طوكيو مدينة نابضة بالحياة تشتهر بعمرانها المتطلع للمستقبل، لكنها أيضاً عاصمة خضراء. ستجد الطبيعة هنا من حيث لا تتوقع. مرحباً بكم في Transforming Tokyo. كادت العاصمة أن تسوى بالأرض في الحرب العالمية الثانية بعد قصف أمريكي مدمر، لكنها نهضت من تحت الرماد. يعيش هنا اليوم قرابة 14 مليون شخص في إحدى أكبر مدن العالم كثافة سكانية. يستخدم كل شبر هنا بشكل هادف لصالح حياة المدن، لكن رغم نقص المساحة وعلى مدى سنوات شجعت السلطات على تعزيز مكانة الطبيعة في المدينة. مثلاً هذه الحديقة الموجودة على السطح، وهي تقع فوق تقاطع طريقين سريعين، بها 1000 شجرة ومناطق للعب ومنطقة زراعية وحديقة يابانية. هذه الواحة الحضرية تقع على علو 35 متراً. للمساحات الخضراء في طوكيو أهداف بيئية وترفيهية، فهي تساعد في حماية المحيط الحيوي وتوفر للسكان مكاناً للاسترخاء، كما أنها تستخدم أحياناً كملاجئ في حالة حدوث كوارث طبيعية. إذا تحدثنا عن المساحات الخضراء في طوكيو، فهي تمثل حوالي 52% من المساحة الإجمالية، وإذا تحدثنا عن أحياء طوكيو 23، فهي تمثل نحو 24%. أنشأنا مناطق خضراء جديدة، مثل الحدائق أو المساحات الخضراء بين المباني، وتبنينا أيضاً سياسات عدة لزيادة عدد هذه المساحات. طوكيو كان اسمها قديماً إيدو، ومنذ ذلك الحين وسكان المدينة يقدرون المساحات الخضراء. حدائق هاماريكيو الواقعة قرب مصب نهر سوميدا في خليج طوكيو في وسط المدينة هي إحدى أقدم الحدائق الإقطاعية في طوكيو. أنشئت الحديقة منذ أكثر من 360 عاماً، وكان المكان ملكاً لتوكوغاوا شوغانات، واعتبر مقر إقامته الثاني، وكان القصر الخارجي لقصر إيدو الذي أصبح لاحقاً القصر الإمبراطوري، وقد سلم عام 1946 إلى حكومة العاصمة طوكيو. لحقت بالحدائق أضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية. التهمت النيران بيت الشاي الذي أسس عام 1707 قبل أن يعاد بناؤه في الثمانينات. هذا هو المكان الذي كان يتوافد إليه الإقطاعيون للاستمتاع ببعض المرطبات أو للاصطياد. واليوم يمكن للجميع الاستمتاع بالمكان وب25 هكتاراً من الحدائق الرسمية والممرات والمباني والمياه المالحة. حدائق هاماريكيو فريدة من نوعها، تجذب بركها ذات المياه المالحة مجموعة متنوعة من الأسماك والطيور. طبعاً هناك حياة بحرية، مثل سمك البرجيس الياباني الأسود والبوري الرمادي ذو الرأس المسطحة وسمك الراي الأحمر. لدينا أيضاً موقعان لصيد البط، وهذا نادر جداً في اليابان، ولدينا 5 مواقع فقط على مستوى البلاد. طوكيو الراسخة القدم في التاريخ، مدينة ترنو أيضاً نحو المستقبل، تجدد نفسها دوماً ولا تنسى ماضيها. في منطقة دايكانياما العصرية في شيبويا، يعد شارع لوغ رود من المشاريع المجددة حديثاً. تقع هذه الوجهة الترفيهية في مساحة كانت يوماً ما الخط القديم لسكة حديد طوكيو. صمم هذا المشروع لأننا أردنا مكاناً يمكن للجميع القدوم إليه والاستمتاع في أي وقت من اليوم وفي جميع المواسم. عندما أنشأنا المشروع، أكثر ما ركزنا عليه هو معرفة كيفية التكيف مع المنطقة، وما إذا كان يمكننا إضفاء طابعاً محلياً عليها. لذلك استخدمنا خطوط السكك الحديدية السابقة لإنشاء مسار للمشي. حرص المصممون على إنشاء فضاء لا يؤمه السكان المحليون فقط، بل يجذب أيضاً سكان المناطق الأخرى. هنا تجد المتاجر والمطاعم والمقاهي، وأيضاً المقاعد والمساحات العامة التي توفر للزوار فرصة الاسترخاء في بيئة خضراء تحيط بك أشجار ونباتات أختيرت بعناية. قد تكون الحياة في المدينة صعبة، لذا توفر المساحات الخضراء واحة من الهدوء في طوكيو العاصمة الصاخبة.